بدي رحب بالجميع. احنا كتير هيك مبسوطين لانه خلينا نقول عم نغير شوي جو عن كل شيء عم نعيشه بالبلد وكل شيء هيك بيزعل الناس. يمكن امبارح كنت عم بحكي مع اصحابه وعم بقول ان عندي مؤتمر صحفي هيك مبسوط كتير انه احكي فيه وهو شيء عن الطيور وصاروا يحكوا علي يعني ويحكوا على الدولة انه انتم كيف بشو ملهيين وروحوا شوفوا المأساة وروحوا شوفوا ما بعرف شو وروحوا خلوا الناس تحكي وعم توقفوا ناس وعم تعملوا انا هون بحب اقول انه الدولة كدولة هي منظمة وكل حدا وكل مسؤول عنده دور يشتغله وعنده مهمة يعملها ونحن منا عم نعمل إلا مهمتنا والله يساعد معالي الوزير على مهمة صعبة كتير ببلد يعني مثل ما عم بتشوفوا مشركل سياسيا ومعرقل إداريا ومنهار اقتصاديا. إنما منحب دايما نأكد إنه إحنا وزارة عم تشتغل وهني وزراء عم يشتغلوا كل واحد عم بيعمل دوره. نحن وزراء منداوم بمكاتبنا يوميا نحن منشتغل ليل نهار نحن تركنا شغلنا على جنب تنشتغل من قلب كتير كبير لأنه نحن مقتنعين إنه هذا بلد ما بيموت لو شو ما صار. فهلأ بحب هيك وأنت عن جد من الناس يلي مثل ومثال قوي كتير بالبلد صدق يعني أنا بعرف هيك تفاصيل يمكن قليل اللي بيعرفوها بس بيسوى كمان يعرفوا قديش عم بتضحي بشغلك وبحياتك واجبنا واجبنا أكيد. هلأ مضطر أقرأ كلمة يعني صباح الخير صباح طبيعة الطيور المغردة تغريد من نوع آخر ما بيشبه التغريد السياسي أكيد بس هو تغريد بيخلينا هيك نشعر بالسكينة بالرواء بجمال الطبيعة. بيسعدنا اليوم كوزارة إعلام أنه ندعم حملة توعية متعلقة بالبيئة ويجبنا أنه نوقف إلى جانب وزارة البيئة وجمعية حماية الطيور بلبنان ABCL ورئيسها أستاذ فؤاد عتاني لنشر حملة حماية الطيور المهاجرة. بيسعدنا أيضا أنه تكون إذاعة لبنان هالإذاعة العريقة ويلي بتنشر التوعية من خلال برامجها أنه تكون السباقة إطلاق برنامج وثائقي متخصص للحديث عن الطيور المهاجرة يلي بتتعرض للصيد الجائر وهو برنامج رح ينبث يوميا الساعة 8:30 صباحا ابتداء من اليوم. نشكر هون المجهود يلي قامت فيه إذاعة لبنان ومديرها الأستاذ محمد غريب والست ريتا جيم رومي والمخرج بول تاجيون. من هون بتمنى على وسائل الإعلام ساعدتنا على نشر حملة توعية من خلال تبني شعار دعوا الطيور المهاجرة تمر بسلام. أنا هوني كمان بحب أنه كمان استاذ فؤاد نحاول نعمل شيء فيجوال للتلفزيونات كمان أو حتى برامج يعني نحن بنقدر كوزارة إعلام أنه نتعاون مع كل وسائل الإعلام أنه كمان الناس بتشوف أكثر من أنه بتسمع تعرف الطيور يلي هي بتنفع الطبيعة هي طيور لنا حق إذا كان في موسم صيد أنه نصيدها وفي طيور ما لنا حق أبدا أنه ندق فيها في طيور بتعيش بلبنان وهذا موضوع كمان بيسوى أنه المواطنين يعرفوا أي طيور بتعيش بلبنان وأي طيور بيسموها طيور بلدية. يمكن ما بعرف إذا كمان في طيور هي ما في غيرها بلبنان أو بالمشرق يعني هول عم نقول في شوية أنواع بيسوى أنه بلدية حافظ عليها إيه بلدية. وهلا رح أترك الكلام لما علي وزير البيئة اللي هو رح يكون أساس هذا المؤتمر الصحفي. أهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبي خليدي. أول شيء أستاذ زياد شكرا ولكل وزارة الإعلام فريقها بكافة مكوناتها اللي استقبالنا واستضافتنا اليوم وشكرا لأستاذ فؤاد عيتاني ولفريق الجمعية حماية الطيور ولكل البيئيين اللي عم يشتغلوا لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي اللي نتغنى فيه بلبنان. البلد صغير وفي أزمات كتيرة وأزمات مزمنة وأزمات مستجدة بقضايا البيئة وبكتير قضايا بس خليني نركز على المشاكل البيئية اللي هي أكيد عم بتكون هلأ أكثر معاناة عم نعاني منها مع التدهور اللي موجود بكافة القطاعات ولكن هذا الشيء
ما لازم، وعم نقارب هذه المشاكل وهذه الأزمات، إن كان فيما يتعلق بالتدهور البيئي، تلوث المياه، تلوث التربة، النفايات وغير قضايا، وكل مكون من مكونات الوزارة وشركائنا عم نشتغل عليه. ولكن هذا الشيء ما لازم يمنع أنه في هذا البلد الصغير تنوع بيولوجي هائل، هناك تنوع من النباتات والطيور والحشرات وكثير من الأمور اللي لازم نتغنى فيها ونحتفي فيها ونبرزها للناس ونوعي حولها ولا أهمية حمايتها. عم نشتغل أكيد على المحميات الطبيعية بلبنان وعلى زيادتها. في لبنان لأول مرة عملنا خارطة المناطق المحمية بين محميات ومواقع وحمى وكل ما يعني مناطق محمية، وتبين أنه في لبنان أكثر من 20% مناطق محمية بالقانون، ولكن بحاجة لإدارة أفضل. لأقول أنه هذا البلد فيه أشياء جميلة جداً، وأطلقنا على كل الحملات التوعية لما نحكي عن التنوع البيولوجي وجه لبنان الجميل، لازم نحميها بكل قوتنا وكل مواردنا بالتكاتف مع الوزارات والإدارات والجمعيات والبلديات وكل الناس. فاليوم هذا المدخل والمقدمة لأقول حملة اليوم لحماية الطيور، كان حماية الطيور المهاجرة اللي بتمرق بعشرات الملايين، لأنه لبنان هو ممر مهم جدا جدا للعالم، وهيدي يعني إضافة للتنوع البيولوجي العالمي أنه بمر فيه الطيور من بالصيف والشتاء، فهذا الممر مهم جدا للتنوع البيولوجي العالمي، فلازم نوعي مثل ما قال الأستاذ زياد لتمر هذه الطيور بسلام. وأيضا هناك طيور مستوطنة أو طيور بلدية أو طيور موجودة كمان لازم نوعي عليها. فبتجي اليوم المبادرة بالصميم وزارة الإعلام مع الجمعية حماية الطيور مع الإذاعة لبنان اللي هي نفتخر بوجودها ولازم ندعمها وعم تتطور أكثر هلأ مع السوشيال ميديا، لنوعي حول هذه الطيور الجميلة اللي موجودة. تغريد من نوع آخر مثل ما قال معالي الوزير، لازم نزيد ونرفع الوعي على أهمية حماية كل هذه الكائنات الحية الموجودة بلبنان، إنه وجه لبنان الجميل كتير ضروري نوعي عنه، كتير ضروري نشتغل إحنا والناس لحمايته، نمنع الصيد الجائر، نمنع التعدي الموجود. واليوم بداية كتير ممتازة مع وزارة الإعلام. بدي أقول شغلة، السبت مع معالي كنا بأهدن بحرج أهدن، وأطلقنا طير كان مصاب من وراء حدا أوسه أكيد، لأنه طير هو الحوام طويل الساق، اسمه شوي غريب شيك لونج لاك بازرد، وأطلقنا وقيدنا على قلبنا أنه ما حدا يتصيد وبعد ما يقطع من أهدن فلا مش الحال وفي عناية له. ولكن هذا الطير المصاب، طير واحد مصاب، أنقذته جمعية حماية الطيور المهاجرة بتعاون كمان مع جمعية حماية الطيور شركائنا بهذا العمل، أخذ أشهر من العلاج والعناية وإعادة التأهيل ليقدر يطير. فهذه التأويس اللي بتصير بطريقة خاطئة أو عن قصد لطيور مهاجرة، لطيور لازم تغني التنوع الموجود عندنا بلبنان، منا سهلة لما نخسرهم هؤلاء الطيور، وكتير صعب إعادة تأهيلهم وإعادة رجعهم على الطبيعة. أصلا في سيكل بيروح يعني أكيد. بيصير في حيات زيادة وجرادين زيادة وقوارض زيادة فنحن فخورين بهذا التعاون. أستاذ زياد مكاري وزارة الإعلام مع أستاذ فؤاد، شكرا لك. تشرف أستاذ فؤاد.